بليونس بلدة سعيدة. جنة الله في أرضه. آنسة نائمة فهمتي. La mujer muerta con su collar, la bella durmiente con su collar reluciente. السلام عليكم، شكرا جزيلا على هذا الاستضافة اللي في الحقيقة أنا اللي كنرحب بكم في هذا الفضاء، فضاء الدكتور مسمودي السوسيو ثقافي. أنا الدكتور مسمودي محمد المجاهد المسمودي، خلقت في الفنيدق 1952. العائلة ديالي من ناحية ديال الأب في تشيشة في قبيلة أنجرة، حتى هذه قبيلة أنجرة بليونس، حتى هي قبيلة أنجرة، سبتة كذلك قبيلة أنجرة، سبتة تعد من قبيلة أنجرة. والأم ديالي من هنا بليونس، أصل الشلف. إذن محمد المجاهد المسمودي. أنا النصيحة ديالي مرحبا بكم عندي، دوزوا عندي أول حاجة باش تلقيو النظرة على بليونس كاملة من هاد الشرفة ديالي اللي عندي هنايا. دكتور مسمودي، أنا نورولوغ خدام في طنجة، وتربيت هنا في هذه البلدة السعيدة بليونس اللي تعد من أقدم المدن المغربية، اللي بالنسبة للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله كيحسبها من أول مدينة في الفتوحات الإسلامية من بعد القيروان، واللي هي كانت منطلق الفتوحات الإسلامية الأندلس، من هنا انطلق موسى بن نصير، من هنا انطلق قبل منه طارق بن زياد وقبل منه طارف. إذن بليونس حقيقة كانت مهملة، كانت قبل ما كان شيء عند الطريق، عندما دخل واحد والطريق اللي كنشوفه بين الفنيدق وطنجة. من بعد صاحب الجلالة بقى كيهتم بهذا الشواطئ وأمر باش تلتقى الطريق باش يقعوا مشاريع هنايا، وبدات بداو كيهتموا الناس ببليونس، بدات كتعجب بليونس كيجيو، وبدا البنيان، بدات السياحة كتحرك شوش. إلا أنه ما كاينش شي بنية تحتية اللي تواكب هاد نسميوها الهجمة السياحية، لأن هي بليونس كانت دائما في الكتب وفي الأشعار ديال القاضي عياض وديال لسان الدين الخطيب، راها جنة. إذن بليونس تغنى بها الشعراء في كل الأوقات، وهي بالنسبة لكل أي واحد. القاضي عياض زاد هنا، كانت عنده مسكن ديالو، كان عنده جامع قاضي عياض موجود مازال الاثر ديالو، وكانوا الملوك ديال غرناطه والامراء كيجوزوا هنايا، العطل ديالهم كانت بالنسبه لهم هي جنه الله في ارضه. التعلق ديالي انا قلت لك، انا الوالده ديالي من هنايا، الاصل ديالها شلاف، تولد ديال هاد السكان شلافه شلالف كنقولوا، وتربيت انا في الصور ديالي. وهذا المكان اللي كنتكلموا منه، الوالد ورثه على الاب ديالو، وكان في ديك الوقت
أن الجد ديالي كان قائد الجهاد إلى آخره، وكان عالم وكان فقيه وكان وكان في ديك واحد العادة كانت في ديك الوقت، إذا تزال عندك الولد وقرأ القرآن كيهدي لك شي حاجة. الوالد ديالي هدا له هاد البقعة الأرضية وهاد الدار بالمناسبة ديال القراية ديالو ديال القرآن. هذيك وعندي أنا يعني الملكية اللي كتثبت هادشي. هادشي كان زمان، دابا ما بقاش هادشي كيدار. إذا تربينا هنايا وتربينا، فتحت عيني أنا في هاد المنبع ديال الماء. كانت جنة، كانت هذا الكرموس اللي كليتم اللي تفضلتم بها من هنايا، وإذا طلتم غادي تجبروا فوكا، غادي تجبروا تيريموجا، غادي تجبروا كل أنواع ديال الغروس الموجودة هنايا ديال الفواكه. تربيت هنايا حتى اضطرينا نمشيو نقراو في الفنيداق، تما بديت القرايه ديالي في المدرسه في عهد الاستقلال. انا 1952 التحق بالالتحاق في 1960، يعني كان باقي هادشي. وباش نشور كل الكلام مع هاد القضيه ديال الماء، هاد الماء كان موجود دائما، كان مليون جهه كاملة جنان كاملة بساتين، والماء كان كيفيد كي. وحتى مورا مؤتمر الجزيرة الخضراء باش هجموا علينا الأوروبيون، فرقوا البلاد، فرقوا إفريقيا، الإسبانيول خادوا الشمال هجموا علينا هنايا، والفرنسيين مشاو الداخل، معروفة القضية والحماية، وجات الحماية من بعد 1912. وسبتة دائما كان عندها المشكل ديال الماء، ما عندها شي الماء، والماء مادة أساسية، اضطروا يجيو لهنايا ويخرجوا يعملوا الكوندكسيون ويديو الماء لسبتة، فهمتي؟ الدواء يعني صحة، ماشي ما كاين قوانين، ما كاين يعني كونتر أداء، ما كاين والو، فهمتي؟ بقات هكذا، والوقت كيدوز وما كيكبر ديك لي تويو، فهمتي؟ كيكبر ديك لي تويو، ولحد الساعة باقي الماء أغلبية الاستهلاك الماء ديال سبتة ما يجي من بليونش، وخا عندهم هما حد المعمل ديال التحلية، داك الشيء ما قدمش. دائما هما كيقولوا هادشي ديالهم، هادشي الاخر، حنا مازال دابا ما كيعترفوش بهاد البليونش المغربيه، فهمتي؟ لان هاد الماء ماشي شكون كتستغلوا، البلديه سبته، فهمتي؟ البلديه سبته عندها الشركه هي اللي كتعمل لاجيستيون ديال هادشي، فهمتي؟ اذا
وقع مشكل من بعد هذا الشيء هذا ما شدوا الحدود هذا الشيء شحال 2003 فهمتي 2003 شدت الحدود وقع المشكل وقع المشكل ما هو ماشي نسبته وبداو بعد الناس كياخذوا البلاد كتكبر خصهم الماء كيدخلوا الماء كيهدوا على العناصر كيدخلوا لهم الماء الاخر والمشكل ها وقع فهمتي المشكل قائم وخا دخلت امانديت وهي اللي مكلفه بالضو حق الماء باقي دابا المشكل ما تحلش الطرف ديال سبته وصل قبل الحجر الصحي منين طلع واحد الحزب متطرف سبته ومطافن عند الحزب الشعبي اللي دائما كان حاكم قديم باش يكملوا الاعضاء وهذاك هذا قال لهم متطرفين قالوا ما كنتوا نجريوا على المغاربه ديال سبته وعلى المسلمين وديك المد بليونش راه ديالنا وبليونش ديالنا فهمتي من تما هذه عامين هذه وزياده فهمتي وصل واحد الوقت اللي كنا كنتقاضوا ماشي غير حنا البليونش كامله كنا كنتقاضوا واحد النسيب ديال التعويضات ديال المرور ديال القوادات ديال الماء وهذيك ومن بعد وقفوا هادشي اذا المنابع اللي قمنا بالزياره ديالها اليوم هي في الحقيقه كتدخل في اساطير الاولين فهمتي مع الميثولوجيا الاغريقيه لما كاين هذا الفرنسي الدبلوماسي بيرار هو درس الترجم الإليادة ديال أوميروس وترجمة وقال بأننا غادي نوضح بلي أن هاد الطريقة ديال أوليس اللي هرم من لاباطا من معركة تروية اللي وقعت في اليونان تبع المراحل ديالو حتى وصل هنا جزيرة الثورة إذن أوليس بقى تايه في البحر 10 سنين حتى كنقولوا حنا حتى سيبته الموجة في جزيرة ليلى غير اسم مستعار الحقيقة هو جزيرة ثورة والإسبان في الخرائط ديالهم عندهم إسلا دي بيريخيل بيريخيل هو المدنوس القصبور المدنوس وعلاش بيريخيل لان فيها بزاف واحد النبته فحال المدنوس فهمتي هاي موجوده هنايا نوريها لك تني ديك النبته قصحه كارني فهمتي كارنوسا كنسميوها وهي مش تنقارض تقريبا فهمتي انا الاخوان ديال البوتانيك كيزودوني بعض المعلومات على هذا الشيء وهاد أوليس جاء حتى جزيرة ليلى في ديك الوقت كنت نسميها عند اليونانيين أوجيجيا هذه الجزيرة صخرة ما فيها قابلة للحياة جاون هنا هاد لاغروت هاد المغارة مغارة كاليبسو سميت على اسمها هاد المغارة عاشوا هنا عاش مع كاليبسو سبع سنين وما كانوا كيتزودوا بالماء كانوا هنا أربع منابع تما حتى وقت مشى فحالو ودعاته من بعد جاء في 1911 قبل 1906 بعد المؤتمر الجزيرة الخضراء جاءوا الإسبانيول كيبحثوا على الماء من سبتة لأن سبتة راه أول استعمار ومازال هو ديال سبتة 1425 البرتغال ما يجاو سبتة فهمتي موراد كشي دوزوها الاسبانيول كيقولوا عملوا ريفرندوم الحق ما كاين ريفرندوم ما كاين والو غير دوزوها لهم كاين اسبانيا في واحد الوقت حتى البرتغال اسبانيا رجعت دوله واحده ومن بعد عاود جوجوا بعضهم وقعوا مشاكل ديال هذاك عاود استقلت وسبتها ما ردوهاش المغرب خلوها اسبانيا على اي وفي 1911 جاءوا الاسبانيول داو الماء هنا من سبته
عملوا القنوات، عملوا مدوا القنوات، مدوا هذيك، مدوا هذا الجوب، هذا الامبالسيت اللي كنسميوهم. ومن تما بدا ما ماشي سبته 24 ساعه على 24 ساعه. بالاول كانوا قواد صغارين، من بعد في 1967 عاودوا ديك القواد وتكبروهم، رجعوا الكبار من بعد بالجبال باليونيف. ديك الوقت كانوا 12 ديال من بعد نظر ما شنو، من بعد طافوا شي شي فهمتي، وبقاو ثلاثه ولا اربعه المنابع المهمه. المهم هو هذا ديال هذا الماء اللي هو طبيعي خارج من او تفسي خارج من تحت الجبل، ماء طبيعي ما ملوث لا والو، 24 ساعه على 24 ساعه. وهذا الماء ماشي ديريكت نحسد بنوع اسبانيول اسمه السد الرينيغادو، يعني المرتد، وكيعمر لهم ديك السد 24 ساعه على 24 ساعه. واذا مشيتي للسد لا بونت ديالو ما تكفاهش حتى مترو ديال، اذا ديك الماء كامل ما جيب هنا من بليونش. اغلب الاستهلاك ديال سبته الاغلبيه ديالو ما جيب من بليونش. كاين عناصر اخرين، كاين منابع اخرى من بعد الثاني في الكور ديالو في التزويد ديالو، هو من بعد الماء الابيض هذاك. انا حنا وارثين فيه من ناحيه الوالده، مازالش شويه مع حبايبي الى اخره، اما هذا غير حنا على العائله ديال المصمودي، لان هذا الشيء كان باب وحده فهمتي. وفي الحقيقه ملي كبرت باليونيش وبدات بداو الناس كيعرفوا عليها، بقاو كيجيو يسيفوا وكتبقى الأزمة في الماء. بليونش كانت مشهورة بالماء والبساتين وبهادي، والماء كيشيط كيهرب، وصبحنا سبتة عند الماء وحنا ما عندناش الماء. السبب هو سوء استعمال ولا سوء استغلال؟ سوء استعمال وسوء الاستغلال وسوء اللي بغيتي، سوء التدبير وسوء كل شيء فهمتي. كنقولوها لهم كنكملوا هذا، خصكم توضعوا حل لهذا الشيء هذا، ان الماء ديالنا حنا ديال العائله هاو اجوا لي فهمتي، وهو كيمشي البحر، كيمشي البحر كده فهمتي. وكيعز علينا حنا، لان في الاسلام الصدقه، اعز الصدقه هي الماء، هي تعطي الماء. نقولوها الماء فهمتي. كثر ما يوقع هذا المشكل مع سبته، خصهم يولدوا له حل لهذا الشيء هذا. الفضاء، هذا الفضاء اللي فكره جات بما ان قادم على التقاعد ان شاء الله ونرتاح ونهديك، الفكره جات هو نقوم بهذا شيء عمل خيري فهمتي، نسدي هذا الخير اللي خديته من انا بليونس، الرد الجميل شوش هذه الجماعه وهذه المدينه. هي باش هي الفكره باش ناسس واحد الفضاء سوسيو ثقافي بكل ما يعني هذا الكلمه. يعني نقول ان شاء الله تكون عندي ديزيكسبوزيسيون ديال التاريخ ديال البلد ديال بليونس، ماشي غير بليونس، انجره تقريبا، لان هذه كامله هذا المضيق جبل الطريق وبحر الزقاق، هذا كل شيء عنده تاريخ عريق ديجا. هذه عمايل والناس كيجون عندي مرحبا بهم فهمتي. وغادي نعمل الحين، غادي نفتحوا ان شاء الله، غادي نعمل واحد بلاكاب لان هي مزار استثنائي. هذا المجيدية اللي كي يوم السبت والأحد، وكيصادف عدة أفواج ديال المشاة كيبغيو يتعرفوا على البليونيش، وكيبغيو يطلعون جبل موسى فهمتي، الهواة ديال الجبال إلى آخره. والمشكل هو ان جايين بليونش ما كاين حتى شي ستركتور تستقبلهم، ولا شي مكان الاستراحه، ولا شي حاجه غير تنبههم، ولا شي يعني سياحيه، ولا شي معلومات سياحيه ولا اخر. قلنا هذا بما ان عندي هذا الشيء
في واحد المحل يعني يعطينا هالشي. مثلا في اسبانيا كنمشيو كنشوفوا البالكون ديال اوروبا، البالكون دي هذا انا عندي هذا الشرفه من هنا كيجيو كنوريهم شويه ديال التاريخ ونوريهم هذا المنظر الجميل اللي عندنا ديال الاسبانيول كيسميوه المراه الميته، وحنا كنقولوا لهم لا راهي الانسه النائمه. فهمتي؟ لا مخير مورتا كون سو كوجار لا بيجا دورميينتي كون سو كوجار ريلوسيينتي. هذيك التصويره اللي عندي ديال اللوغو اللي الاخ زهير هو اللي شرفني بها واللي عدل لي. انت تشوف ديك الحسناء النائمه وتشوف ديك الضوب اللي ما كيشعل بحال العقد ديال اللؤلؤ. انا النصيحه ديالي مرحبا بكم عندي، دوزوا عندي اول حاجه باش تلقيو النظره على ليونس كامله من هاد الشرفه ديالي اللي عندي هنايا. فهمتي؟ راه ما كايناش شي وقفه باش تشوفوا في هاد ليونس كامله وجبل موسى وهذا الحسناء النائمه بحال هاد الاماكن. اذا مشيتوا للبحر ما تشوفوش الحسناء النائمه، لان خصكم تشوفوها دون زان بوان دو في دون نون دو في بريسي. فهمتي؟ خصكم تجيو عندي هنايا إذا بغيتو تشوفو، خصكم تجيو عندي هنايا إذا بغيتو تشوفو. بحال اللي أخ دخل حتى داخل داير، ماشي كاملين كيدخلو، قلالين اللي دخلو تما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.